بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، السيد رئيس مجلس النواب الدكتور محمد حلبوسي، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإجلال وإكبار أمام القيم العليا التي تمثلها الشهادة، وهي أعلى مراتب التضحية التي تؤسس القيم العليا للأمم والمبادئ الروحية والإنسانية للمجتمعات والدول. نستذكر هذا اليوم كل شهداء العراق الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن والدفاع عن المستقبل، وعلى وجه الخصوص شهداء الكلمة والمواقف من أجل الوطن من إعلامنا ومراجعنا العظام. إن هذه الأرض العزيزة أيها الأخوة، عزيزة وغالية علينا جميعاً، هذه الأرض التاريخية العظيمة ترخص الأرواح بلا وجل، وشعبنا ضرب الأمثال لكل إنسانية بالتضحية والفداء منذ الإمام الحسين عليه السلام ولحد اليوم. ومن أجل مستقبل شعب العراق وسلامته، واجبنا جميعاً كمتصدين للمسؤولية أن نضع مصالح شعبنا في الصدارة، وأن نقدم له ما يستحق على كل المستويات. الحضور الكريم، إن المبدأ الذي قامت عليه الأمم عبر العصور هو أن لا يستقوي أحد على الشعب، فكل مصلحة تهون أمام مصلحة الشعب، وكل إرادة شخصية لا قيمة لها أمام إرادة الشعب. وهذا هو ما آمن به الشهيد السعيد محمد باقر حكيم رحمة الله عليه، وما آمن به الشهيدين الصدرين الشهيد محمد باقر الصد والشهيد محمد صادق الصد، وكل قادتنا الشجعان رضوان الله عليهم جميعا. في هذه اللحظة التاريخية الخاصة من تاريخنا، يجب أن ننتبه جميعا إلى أن الخلافات السياسية مهما اشتدت فيجب أن لا تصل إلى خلافات حول الأسس في بناء الدولة. فجميع قوانا السياسية الوطنية الكريمة تؤمن بمصالح العراق العليا، وتدرك أن العالم ينظر للتجربة العراقية الديمقراطية بإمعان، وأن هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية في العراق في إنتاج مجتمع متلائم ومتعايش ومستقر. ونحن نقول أن الديمقراطية ستكون وسوف تبقى الطريق الأسلم للتعايش بين المجتمعات واحترام التنوع، كما أنها الطريق الأوضح لتكريس الأمم في ضمائر الناس. نعم، نواجه تحديات كبيرة، وكل دول العالم تواجه تحديات مختلفة وبمستويات مختلفة، لكن هدفنا جميعا هو الارتقاء بالعراق، العراق العظيم الذي يمتلك كل الإمكانيات ليكون في مصاف الدول الناجحة والمتقدمة. فإن التحديات التي تواجهنا كبيرة، لهذا يجب أن نطمن الشعب وكل المحبين للعراق وله العراق بأن أي خلاف سياسي سوف يتوقف إمام مصالح الوطن العليا، وأن الجميع في العراق يمتلك الحكمة والمسؤولية والصبر من أجل المستقبل، وأن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها للتأكيد بأن الديمقراطية والقانون والاحترام المتبادل والحوار هو سقفنا في إدارة الحوار السياسي العراق اليوم وغدا. لدى العراق فرصة كبيرة، فرصة كبيرة للنهوض على كل المستويات واستعادة دوره الحضاري، وهناك رغبة دولية واضحة بوضع العراق ضمن مساحات الاستثمار الاقتصادي الواعدة التي تنعكس على خدمات، توفير خدمات للناس وللشعب وفي كل مناطق العراق. وكل ذلك سيكون بعزيمة ووعي شعبنا الكريم وحكمة القيادات السياسية الوطنية المتصدية، وبتمسكنا بالدستور وبالأسس الديمقراطية وقيم التنوع والتعايش والتكاتف. في أسبوع الوئام العالمي بين الأديان نحتفل بالأخوة الإنسانية، ونتعلم قيم الإنسانية من الإمام علي عليه السلام حين قال:
الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. العراق محظوظ بالتنوع الكبير من مختلف الديان والثقافات العريقة التي أثرت العالم بقيمها وتعاليمها الأخلاقية والإنسانية. لذلك علينا أن نؤسس لهذه القيم الإنسانية تكون وسيلة تعزيز الوئام بين العراقيين وبين جميع الناس بغض النظر عن الدين أو المعتقد، ولتعزيز التفاهم والتبادل والانسجام والتعاون من أجل العراق ومستقبل العراق. علينا أن نغير خطاب رفض الكراهية خطاباً وسلوكاً، ومواجهة كل من يستخدم الكراهية كمعبر إلى المصالح الشخصية أو السياسية. لا بد لنا من إشاعة المحبة حين يسود السلام وتشاع الطمأنينة، يحس المواطن بالمستقبل. شعب العراق الكريم وفي لمن يكون وفياً لشعبه. شعب العراق عزيز وداعم لكل من يخدم شعبه. شعب العراق كبير بإرثه وتاريخه الإنساني، وسيكون دائماً في صف الوطن. في نهاية كلمتي أقدم شكري وامتنان للسيد عمار حكيم راعي هذه المناسبة العزيزة، والشكر والتقدير للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.